اكبر من هيك، ما زال لفريق كبير بحجم اليونايتد بطل فيه من مره. وين هي شخصيه الفريق، الفريق الكبير يلي بحجم اليونايتد يلي بتفرضها على لعبه؟ لاعب كبير واسطوري من افضل لعيبه بالتاريخ، بس بالنهايه ما في لاعب اكبر من فريقه. كلنا شفنا من فتره انه رونالدو طالب الرحيل من الفريق، بده يروح على فريق كبير حتى يلعب دوري ابطال، بس هلا طلع خبر انه رونالدو مش بس بده يطلب الرحيل، رونالدو بده يفسخ العقد بينه وبين يونايتد. يعني كانوا بده يبيعوه قبل 14-15 مليون يستفيدوا منه، هلا صار بده يفل مجانا. يعني هيدي تعتبر اهانه كبرى بحق الفريق. بعدين ما حدا ينسى يونايتد هن يلي كبروه، هن يلي عملوه نجم، هن يلي صنعوه واخذوه على الريال ورجعوه من اليوفي، هن يلي من وريهم اخذ كره ذهبيه اولى بتاريخه. بالاخر رونالدو بيجي بيعمل فيهم هيك لليونايتد؟ انا اقسم بالله مع كل احترامي لرونالدو ولعشاق رونالدو، بس انا لو كنت مشجع يونايتد والله العظيم لكان صار بنظري تحت الارض، تحت الارض. لانه يلي عمله رونالدو بحق فريقه شيء ما بينسكت فيه بمره. هل قد اليوروبا ليج صغير بنظر رونالدو؟ هي برشلونه تشيلسي لعبوا يوروبا ليج ما في اي مشكله، بالعكس بطوله محترمه وكبيره. اليوفي مره نزلوا درجه ثانيه، لعيبه الكبار الاساطير مثل ديل بييرو بوفون نيدفيد وغيرهم ضلوا مع اليوفي عم يلعبوا درجه ثانيه كل الموسم كله كرمال معنا الوفاء لفريقهم. بس للاسف رونالدو بالاخر طلع بفكر بحاله فقط، ما عنده وفاء لا لليونايتد ولا لليوفي ولا للريال ولا لاي فريق اخر.